احنا بنتكلم على المسلمين اللي بيحتفلوا بالكريسماس. طبعا هم ليهم احتفالهم بطرقهم الخاصة باللي هم بيعملوه فيه، هم فعلا بعض منهم مش كلهم طبعا بيعمل المبيقات دي، ولكن احنا كمسلمين مثلا في واحد يقول لك ده انا الجاري اللي في بابي في بابه في شباكي الكريسماس النهارده، فانا يعني ذوقيا مني خبطت عليه وكل سنة وانت طيب يتعاد عليك بالخير. تعرف الشعب المصري شعب طيب، فيجي واحد تاني يقول له انت عارف ان انت كل سنة وانت طيب اللي انت رايح تقولها له دي معناها ايه؟ معناها ان انت اقريت بكذا 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 بكل اللي حضرتك لسه قايله. كوني ان انا هروح اقول له كل سنه وانت طيب تعاد عليك بالخير، انا كده كمسلم فيها لغط عليا. لا انا لا ارى، انا لا ارى في التهنئه شيئا للاسباب الاتيه. واحد، لم ياتي في الشرع نص ينهى عن ذلك، والنص الوحيد الوارد هو منسوب الى سيدنا عمر رضي الله عنه انه قال لا تدخلوا عليهم كنائسهم في يوم عيدهم. ومفهوم النهي عن دخول الكنيسة في يوم العيد لأن دخول الكنيسة في نوع من الإقرار بالعيد، وفي نوع من المشاركة في العبادة، وفي نوع من تكسير السواد إلى آخره. فمفهوم لماذا لا ندخل الكنائس يوم العيد. فإذا التحريم يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على التحريم، هذا أولا. ثانيا، مسألة أنه إذا قلت له كل عام وأنتم بخير أنت معنى ذلك أنك أقررته على عيده وعلى دينه، هذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه هو أيضا يأتي في أعياده ويقول كل عام وأنتم بخير، ولم يعتقد أنه عيد الأضحى عيد صحيح، ولا عيد الفطر عيد صحيح، ولا فيه فريضة اسمها الصيام، ولا صام 30 يوم في رمضان. هو بيقول لي كل سنة وأنت طيب من باب المعاملة، من باب حسن الجوار، من باب التحية، تمام. وكل على دينه وعلى عقيدته. لا احنا ديننا وعقيدتنا احنا عارفين على العقيدة السامحة، عقيدة الإسلام يعني هو عارف ان عقيدتنا كده، لكن انا جوايا يقين وعارف ان هو لا هو على غلط، وهو برضو جوايا يقين انك على غلط، وهو جوايا يقين انك هتروحي جهنم، وهو جوايا يقين ان انتوا اصحاب دين باطل. ده كل واحد له دين، ولكم دينكم ولي دين، لكن هذا لا يمنع من حسن المعاملة. الله تعالى يقول في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني إيه بقى تبروهم؟ الذين لا يقاتلونكم من غير المسلمين من أهل الكتاب، اللي هم جيرانكم وزملائكم في العمل واللي ساكن في الشارع معاكي واللي واللي واللي، دول الناس اللي بينكم وبينهم معاملة. يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم. الإمام القرطبي رحمه الله يقول والبر اسم جامع لخصال الخير كلها، فعيادة المريض وإلقاء السلام والتهنئة والمواساة وكل ده يدخل في البر. وإن من أعظم البر مثلا عيادة المريض، وعيادة المريض كما يقول ابن تيمية لا تتصور من غير الدعاء له بالشفاء. وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع على الأقل في 4 مناسبات ثبت أنه زار المرضى من أهل الكتاب. وبعدين طب زار المريض ودخل خبط عليه ومريض وقعد معاه، طب قال له إيه؟ أكيد تمنى له الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس خلقا، تمنى له الشفاء ودعا له بالعافية. طيب إذا كان النبي عليه السلام ده بكى لما قال لما الغلام مات من غير ما يهتدي للإسلام إلى الله، وقال يعني نفسه ذهبت مني إلى النار. صحيح. وكان يقوم لجنائزهم احتراما ورد عنه وقال أليست نفسا. في احترام إنساني بين المسلمين وبين غيرهم. وعليه فأنا لما بقول له أنا لا أرى مانعا أبدا من كل سنة وأنت طيب ويتعاد عليكم بالخير، وهذه مجاملات اجتماعية وهذه تدخل في المعاملة قولا واحدا ولا تدخل في العقيدة ولا في العبادة. وهو بيجي هو كمان في عيدي يقول لي كل سنة وأنت طيب ويتعاد عليكم بالخير وعيد مبارك، بيعملوا كده، ده صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب يبقى زي ما هو بيبارك لي بيهنيني في عيدي وبيقول لي كل سنه طيب، ما فيش مانع ان انا اقول له كل سنه وانت طيب. الامر الثاني انه ده يدخل في باب المعامله وليس في باب الاعتقاد. يعني انا بسال سؤال، هل ينفع اقول له كل سنه وانت طيب وانا معتقد ان هذا عيد باطل ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. يبقى ايه اللي دخلها في باب الاعتقاد؟ ان انا اقول لي هذا يعني الاقرار على عيدي، اقول له انا لا اقر على عيدي، انت مقتنع اصلا ان ده عيدهم وانا اشهد ان عبادتهم هذه لا ترضيني في ديني وليست عباده صحيحه، ما عنديش مشكله. لكن بقول له كل سنه وانت طيب زي ما بقول له لما يجوز بنته ربنا يوفقهم مش عارف ايه، وزي ما بقول له لما يموت حد عنده شد حيلك والبقاء لله.
تمام؟ هل ده أخرجني من اعتقادي؟ لما أخرجنيش. هل ده خلاني أقررت باعتقادي؟ برضو ما أقررتش ولا حاجة، إنما هذا نوع من المعاملة ربما يدخل في قوله تعالى والذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثله، لأنه هو بيجي يهنيني بعيدي. فتمشي إزاي إن جاري غير المسلم كل عيد يجي يقول لي كل سنة أنت طيب ويتعاد عليكم بالخير، ولما يجي عيد عنده أنا أكون من الجفاء بحيث لا أرد له التحية. هذا في من باب المعاملة. ثم إن هؤلاء يا إخوة أخوات أهل دعوة، وواجبنا نحوهم أن نظهر الإسلام الذي نحمله بأحسن صورة. والإسلام ما ينفعش يظهر للناس دينا جافيا غليظا فظا في معاملتهم، وإلا كيف نحببهم فيه ونقربهم إليه؟ إلا إذا رأوا منا كرم الخلق وسماحة الخلق ورأوا منا الإحسان إليهم. تمام. وأنا الأسبوع الماضي كنت أقرأ قصة كتبتها إحدى المسلمات، يعني أنه كانت لها جارة مسيحية ومرضت وهي منقطعة من الأهل، ما عندهاش حد يعني. فهذه المسلمة اقتطعت من وقتها كل يوم ما تذهب إلى جارتها فتعد لها الطعام وتعطيها الدواء وتنظف لها البيت، ثم تعود إلى بيتها. ما إن انتهى ذلك المرض وزال بعد عدة أشهر إلا كانت المرأة قد دخلت في الإسلام. ما شاء الله. أنا هنا أسأل وأقول، هو ده الدين، الدين والمعاملة. أنا أسأل وأقول، لو هذه المرأة نظرت هذه النظرة الجافية وقالت دخولي إلى بيتها وجلوسي معها ومساعدتها وهي على الباطل معناه أنني أرضى بهذا الباطل، ومعناه ومعناه ومعناه، واجتهدت هذا الاجتهاد الذي لا دليل عليه، ثم بعد ذلك ماتت هذه المرأة في مرضها وماتت على دينها، أيهما أرضى لله؟ طبعا معاملتها اللي دخلتها يعني الإسلام. الله تعالى يقول في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنا أرى أن مثل هذه المعاملات الاجتماعية والمجاملات الاجتماعية هي من باب وقولوا للناس حسنا، ومن باب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، مع التأكيد على أن المسلم في قلبه ينكر هذا المنكر ولا يرضاه ويبرأ إلى الله منه، لكن المعاملة لها أحكام أخرى.